ويقال في طريقة قتل النبي يحيى عليه السلام أسبابا كثيرة، ومن أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق في سوريا كان يريد أن يتزوج ببعض محارمه الملك، مو يحيى عليه السلام، أي بامرأة لا تحل له، طبعا اللي هم المحارم، أوكي، اللي زي أختك، أمك، عمتك، أختك، بنت أخوك، بنت أختك، هذه المحارم. فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك، فلما كان بين المرأة وبين الملك ما أحب منها استوهبت منه دم يحيى فوهبه لها، فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في الطش إلى عندها. وقيل في رواية أخرى أن امرأة الملك أحبت يحيى وراسلته فأبى عليها، فلما يأست منه أمرت الملك بقتله، فبعث من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه في طشت. يعني أكثر الأقوال تقول أنه تم قتله وجاء دمه وراسه بطشت. طبعا هذه من أشهر الأقوال في مقتل يحيى عليه السلام لكنها مثبتة. وعن مقتل نبي الله زكريا وعلاقة ذلك بقتل ولده يحيى، تقول بعض الروايات عند أهل الكتاب أن زكريا بعد سماعه بمقتل ولده يحيى